صاد علي بعد ساعتين المباراة، توقعاتك؟ اوكي ان شاء الله فايزين؟ بعيد ان شاء الله، لا اعتماد تكرر مع البصرة خمسة ان شاء الله. من يسجل؟ اي واحد، بس المهم زيدان يعني يفتتح باكورة مبارياته ويا المنتخب ان شاء الله. شكرا محمود. استاذ محمد شلون الصحة؟ توقعاتك؟ فايزين اهم شيء. ثلاثة؟ من يسجل؟ يعني انا اتوقع حمادي وميمي. حمادي وميمي ايمن ايضا اتوقع يقول. المهم فايزين ان شاء الله. شكرا جزيلا. استاذ محمد شلون الصحة؟ الله يسلمك. شلون الاجواء؟ اجواء طيبة وجمهور متواجد يعني قريبة على الاجواء. شو تتوقع النتيجة؟ 2-0 على 2-0؟ استاذ اسد ابو علي شلون الاجواء؟ والله حلوة الاجواء بوجودكم خويا. شو تتوقع المباراة؟ نفوز 4-1. 4-1؟ من يسجل أول هدف فريد؟ أول هدف من يسجل؟ أول هدف بشار. بشار حسين؟ يا الله فايزين إن شاء الله. استاذ حسين حبيبي شلون الصحة؟ الله يخليك. مشتاقين حبيبي. تمام. شو تتوقعها اليوم؟ والله هي مباراة، دائما المباراة الأولى تكون صعبة، بس لكن المنتخب العراقي قادر، واليوم هي راح تكون بوابة الرهان على المشوار لنهاية النهائيات. أتوقعها 2-0 للعراق. من يسجل أول هدف؟ يعني العراق طبعا. لاعب من يسجل؟ لاعب أنا أتوقع إن شاء الله راح يكون حافز علي الحمادي. علي الحمادي. شكرا شكرا أستاذ حسين. أبو علي مستقيم شلون الأجواء أبو علي؟ نحصل بس نفوز. بس نفوز. تتوقع؟ لا طبيعي، الموضوع طبيعي. انت من صفوة آسيا، اذا تريد تفكر بالبطولة وتفكر بعيد لازم يعني ما تفكر انك تتعادل ويا اندونيسيا. صح. انا ما اعرف ليش الرهبة اللي موجودة عند الجمهور، ليش عند بعض الاعلاميين. صح مباراة افتتاح الظروف تختلف عن بقية المباراة، بس مباراة طبيعية جدا جدا جدا. ايش قد النتيجة؟ يعني لا ما يفوز المنتخب فارق هدفين، هسه 4-2 2-0 زين. المهم فارق هدفين. أنا من يسجل أول هدف؟ أي واحد يسجل. أيوة. ما عندنا مشكلة. شكرا لكل كل ولد الوطن. شكرا أستاذ حسين. أستاذ عمر حمادة شلون الصحة؟ حبيب شلون الأجواء؟ والله الأجواء بوجودكم أكيد حلوة وجميلة. شو تتوقع المباراة اليوم؟ والله احنا ما نتوقع، نتمنى يفوز منتخبنا زين. و يعني اي نتيجه المهم الفوز زين. من يسجل اول هدف؟ انا اتوقع ايمن. ايمن حسين. اي ايمن حسين ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ طارق حبيبي شلون الصحه؟ الله يخليك. الاجواء شلونها؟ والله اجواء يعني كاجواء بطوله هي اجواء حلوه جميله، على اعتبار قطر صافية خبره بتنظيم البطولات. اجواء مباراه اليوم يعني ان شاء الله نفوز، ان شاء الله ومن المفروض ان نفوز. كل المنتخبات اغلب المنتخبات المرشحه للقب حققت نتائج ايجابيه، اليوم احنا ايضا من المرشحين وان كان مرشحين من الخط الثاني حسب الاعلام، لكن اليوم ضروري نفوز ونحقق نتيجه ايجابيه. والله المهم فوز، فرق هدف هدفين، المهم فوز. من يسجل اول هدف؟ ان شاء الله ايمن. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا.